الفول خلصان والله مش هياخد مني منت اهو عشان ننقذ نفسنا. معلقتين زيت زيتون للبسطرمه الحلوه في الطاسه اللي بتناديني دي كده اهو يا ويلي اهي، حطها هنا على النار دي ونشيل دي من هنا خالص عشان نوسع لنفسنا وناخد البسطرمه الحلوه دي زي ما هي كده. البسطرمه دي بتتعمل ازاي يا مغازي؟ سهله دي اهي، تحميره دي للبسطرمه زي ما هي كده. بنجيب عرق الروستو ونجيب الحلبه ناعمه، نحط عليها توم، نحط عليها قرفه، نحط عليها شمر، نحط عليها فلفل اسود، نتبلها الحلبه تبقى عجينه. بعد ما بتبقى عجينه بنلف بقى العرق الفليتو ده ونحطه في مكان تهويه ونسيبها بقى لمده كام؟ 21 يوم، كاننا بنعمل فسيخ في مكان فيه تهويه، تطلع معاك زي الفل. وما انصحكيش تعمليها، خلي بالك، سيب العيش لخبازينه حتى لو كانوا نصه. مقادير الفول على الشاشه. ليه يا شيف ما نعملهاش؟ سيبك انت من الحاجات دي، تقولي لي مثلا هعمل رنجه في البيت، وانت لو اشتريت كيلو رنجه وكلت الرنجه بالطريقه اللي عملتها هتقول لا. خلي بالك ده مهم جدا. ما اجيش اعمل بقى اضيع وقتي في شويه بسطرمه اعملهم في البيت، ده غلط. خلي بالك طبق الفول ده عايز اغرفه في طبق حلو هنا كده. عينيا. حاضر يا غالي، حاضر يا غالي. طبق الفول ده هقدمه هنا. اللهم صل على النبي. طبق الفول هنا، شويه الفول بتوعي حلوين هم زي ما هم كده. الله، اللهم صل على النبي. تمام، وننزل عليهم بالبسطرمه مع زيت الزيتون مع كله. لا طبق بيتكلم مصري زي الفل كده. ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ هطلع الجلاش دلوقتي واغرفه. هغرفه بطريقه سهله لان معايا قالب، امسكه كده بس صينيه الجلاش تتغرف على طول. هو ده، اروق الدنيا عشان المخرج ما يزعلش. زي الفل، واحط شويه خضره كده حلوين. شوف المطبخ لطيف وحلو ازاي لما تخش كده ومزاجك رايق.